السؤال الذي تكرر الاستدلال بهذه الحادثة على جواز الإنكار على الأئمة أمام العامة أو العلانية، إذا لم يترتب على ذلك مضرة ما في بأس، يعني إذا وجد المنكر يعني وراءه فإنه يبين يعني هذا المنكر، يعني لأن المنكر يعني ظهر وإنكاره أيضا كذلك ظهر تبعا لظهور المنكر. يقول من يقول بالتفريق بين النصيحة للولاة وإنكار المنكر، النصيحة تكون بالسر، أما الأمر معروف عن المنكر فإذا كان المنكر علانية فينكر عليهم علانية، استدلالا بفعل أبي سعيد. لا شك النصيحة بالسر والكتابة لهم أو الاتصال بهم، لأن هذا لا شك أنه طيب، والفائدة تكون فيه يعني حاصلة بإذن الله، لكن إذا وجد يعني شيء منكر والناس يعني رأوه فالسكوت على المنكر يعني معناه كأنه يكون فيه إقرار له وعدم إنكار له، فإنكاره وبيان أن ذلك غير سائر أن هذا مثل ما حصل من أبي سعيد.